دلوقتي معانا على التليفون الدكتور احمد مرتضى القائم باعمال رئيس قسم المواد الالكترونيه بمركز بحوث الفلزات. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، وبعد التحيه يعني احب اعرف من حضرتك زي ما سمعنا من دكتور ابراهيم هذا البحث هو بمثابه نقطه انطلاق عشان نقدر نعظم الاستفاده من هذا البحث واللي وصلنا له، وعايز اعرف من حضرتك ايه اللي هيعود علينا بعد تطبيق هذا البحث والابتكار اللي وصلنا له في القسم عند حضرتك. طيب صباح الخير الاول على حضراتكم وعلى مشاهدينا الكرام. معكم الدكتور احمد مرتضى السمان، انا قائم باعمال بقسم المواد الالكترونيه المغناطيسيه وعضو مقرر اللجنه الوطنيه للمواد الجديده والمتجدده باكاديميه البحث العلمي والتكنولوجيا. طيب خليني بس يعني ابدا بس كده يعني القسم بس اقدر اقول يعني دخل ازاي في قصه البروفيسور لاطلو صناعتها وابحاثها. القسم هو عموما انشئ في 2014 على يد استاذنا الدكتور محمد رشاد، وانا اتشرف ان انا احد تلاميذه، والقسم بالذات ساهم مساهمه كبيره جدا في تطبيق استراتيجيه الدوله وبالذات التكنولوجيا اللي لها علاقه بالمواد الالكترونيه وتطبيقاتها المختلفه، ومن ضمن التطبيقات دي كانت ابحاث خلايا البروفيسورات الشمسيه. وطبعا زي ما ذكر استاذنا الدكتور ابراهيم غياط انه المركز وبحوث الفلزات يعد مصنف رقم واحد افريقيا في النوعيه دي من الابحاث طبقا لموقع الصيدال اللي هو بيعمل مقارنه ما بين الجامعات والباحثين على مستوى العالم. صحيح. الفكره ماده البسكايت يعني باختصار برضو ايه مميزاتها عن السيليكون، يعني هقدر يعني الخصها في حاجه واحده بس، انه 1 كيلو جرام من البولي سيليكون عشان اجيبه من الرمال البيضاء بيحتاج حوالي 24 كيلو من السيليكا اللي هي البيور، وده بيستهلك معايا حوالي 580 كيلو وات من الكهرباء. فتخيل انه كم الطاقه او كم التكلفه الباهظه عشان اقدر عمليه معقده. دكتور ابراهيم وضح دي بالظبط طبعا وكده يعني. بالاضافه لو هقارن كعلميا طبقه او سمك طبقه السيليكون اللي انا محتاجها عشان تولد نفس الطاقه الكهربائيه مقارنه بسيليكون، يعني انا في السيليكون محتاج حوالي 200 مايكرون سمك الطبقه، في البروسيس محتاج اقل من نص مايكرو، يعني فرق كبير جدا، والاثنين مقارنه في الكفاءه حاليا متساويين. في نقطه مهمه جدا انه الابحاث على النوعيه ديت من خلايا بدات في 2009 ووصلت لكفاءه ما يقرب من خلايا السيليكون، بينما السيليكون ده بدا في عام 1950 عن طريق ثلاثه علماء من امريكا، والتطور فيه او الريسبونس في التطور فيه ضعيف مقارنه باللي حصل في خلايا دكتور مرتضى، عشان ابقى يعني محدد مع حضرتك، السيليكون زي ما قال دكتور غياض يعني بتحتكره بعض الدول اللي بتحتكر صناعته زي المانيا، وتكلفه تكلفته عاليه وفي احتكاريه زي ما بيقولوا في تصنيعه. هل احنا نقدر نصنع الماده بتاعت حضرتك في مصر؟ ده اللي يهمني، حتى لو كانت 6 شهور، هل اقدر اصنع الاربع طبقات دول وادمجهم في طبقه واحده ويبقى عندي هنا في الداخل المصنع في المصري مصنع مصري، حتى لو كل 6 شهور نعملها لغايه لما نطور الخليه دي بكوادر مصرية بسواعد مصرية دون الحاجة إلى الخارج؟ طب خلينا أفاجئ حضرتك، البحث اللي احنا بصدده ده بالفعل هو دخل حيز التنفيذ. ازاي؟ عن طريق ان انا حضرنا في البحث ده خلية شمسية متكاملة من الألف للياء بأيادي مصرية بأجهزة مصرية بإمكانيات مصرية، وتم دراسة فيه كل عناصر الكفاءة من حرارة ورطوبة على المستوى المعملي اللي هو في طريقه للتطبيق التجاري. خلينا انا اتكلم بس احدد هنا، عندي حاجه اسمها لاب سكيل ولارج سكيل. الفرق ما بينهم الفرق بسيط جدا، ان انا الحاجه اللي انا حضرتها على مستوى اللاب سكيل كخليه صغيره هي نفس الاليات والاجهزه وطرق القياس بتبقى متقاربه جدا، بس الفرق ما بين اللاب سكيل واللارج سكيل اللي هو الحجم والكميه. الاليات والاجهزه ديت الحقيقه برضو يعني جدير بالذكر، لازم اشكر وزاره التعليم العالي والبحث العلمي كان ليها دور كبير قوي ان هي تمول مركز بحوث وتطوير الفلزات على ان هو يعمل معمل على مستوى عالمي. صحيح. بيكافئ المعامل العالميه،
وعندنا قدره من الاجهزه المستخدمه في الصناعه ديت. ويمكن خليني برضو اوجه الدعوه ليكم ان كنتوا تشوفوا المعامل ديت على ارض الواقع وتشوفوا الامكانيات اللي موجوده عندنا. يعني احنا بنتكلم فعلا على خليه متحضره من الالف للياء، تطبيقها عمليا وصناعيا سهل جدا، لان لو هنقارنها بخلايا سيليكون لا الفرق كبير جدا، وكل محتاجينه هي اليات للخروج من المعمل للصناعه. طيب هي يا فندم برضه من ضمن النقاط اللي ذكرها دكتور ابراهيم الفرق بين هذه الماده الجديده البروفسكايد، لو انا يعني فاكره اسمها صح او الفت اصلا اسمها صح، والسيليكون، ان السيليكون مده استخدامه فتره اطول بكثير من هذه الماده. صحيح. البحث هل قدم حلول للنقطه دي؟ لان احنا لو حسبناها حتى التكلفه الاقتصاديه، فكره ان حاجه تعيش لفتره 6 شهور حتى لو كانت قيمتها ارخص على المدى الطويل هتكون اغلى. صحيح صحيح صحيح. خلينا اقول لحضرتك البحث العلمي معني اساسا بان هو يقلل التكلفه الاقتصاديه لاي صناعه. يعني البحث العلمي اساسا بيتعامل مع مشاكل وكيفيه حلها، يعني ولازم وجود مشكله عشان اقدر افكر في حل المشكله ديت. الطبقه الجديده اللي هي المعنيه في البحث ده اللي هي بيسموها طبقه نقل الشحنات الموجبه. النوعيه ديت من الابحاث لما بدات في 2009 كانت بدات بكفاءه حوالي 3%، يعني رقم قليل جدا. فبدات العلماء تفكر ازاي ان انا اوجد بديل حقيقي، او ازاي ان انا اعلي الكفاءه ديت عن طريق بعض العوامل المساعده، من ضمنها ماده النقل الشحنات الموجبه اللي احنا حضرناها في المعمل ديت، متحضره في المعمل بطريقه بسيطه جدا واقل تكلفه. فرق ما بينها وما بين المواد الثانيه المستخدمه حاليا ورفعت الكفاءه فرق كبير جدا، من ناحيه انه المواد الثانيه عباره عن مواد عضويه غاليه الثمن، صعبه التحضير في المعمل، بالاضافه ان هي ما عندهاش ثبات حراري. احنا عالجنا الحته ديت في ماده السيلفر سايوسانيت او سايوسانيت الفضه، تم ان هو الماده ديت ثابته حراريا لغايه 200 درجه مئويه. بمعنى انه انا اي خليه شمسيه لو هعرضها لظروف الجو الطبيعي جدا، اقصى درجه حراره ممكن تتعرض ليها الخليه هي حوالي 85 درجه مئويه في 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 ظروف صعبه. فالماده ديت بتعمل ثبات حراري لغايه 200 درجه مئويه في ظروف بيئيه ورطوبه عاليه. يعني احنا بنتكلم على نقطة شرارة بداية من البحث. صحيح. ده ان هو هيبقى فيه اهتمام اكبر. هو طبعا ثورة في عالم الخلايا الشمسية ما ننكرش خالص. طب سؤالي الاخير، هل في رقم؟ يعني هل اقدر اقول دي ضعفها ب 25 مرة ب 30 مرة؟ هل عندي رقم؟ لو انا بعمل فيزابيليتي ستادي او دراسة جدوى، لو انا راجل بمول مشروع جميل عايز افهم دي تكلف كام ودي تكلف كام، عشان افهم السوق لو انا نزلت فيه حاجه زي كده، واستمرارا مع ده يبقى عندي قسم ابحاث او معمل ابحاث يقدر يطور ويخلي عمر الماده بتاعت حضرتك اكتر من 6 شهور. اتفضل. بالفعل يا فندم، هو الموضوع ده يعني محط انظار العالم الحقيقه، يعني لدرجه انه في شركتين كبار، شركه تابعه لجامعه اوكسفورد وشركه تابعه لجامعه اوسلا، الاثنين بالفعل بدأوا يطبقوا بانلز على الحقيقه، ان هو بيدرسوا ثبات الخليه ديت مقارنه بخلايا السيليكون على المدى الطويل والقصه دي كلها. فبدأت تبدأ تظهر لنا دراسات الفرق في التكلفه ما بين ديت. يعني لو احنا القيمه 1 متر مربع من خلايا السيليكون بيكلفني حوالي $78 تمام للمتر المربع للسيليكون، للسيليكون، يوازيها من خلايا البروسكات الشمسيه حوالي $15 للمتر المربع. بس معلش، ال 15 دي هنضربها في 50 على اعتبار ان هي كل 6 شهور وعمر خليه السيليكون 25 سنه، يبقى هضربها في مرتين في السنه يبقى 50. لا يبقى 65 في 50 بكام؟ لا لا لا، هو خلايا البروسكات الشمسيه ما نقدر ما بنقولش عليها ان هي 6 شهور كفتره عمر، لا هي اكتر من كده بكتير، هي اقل حد هتكون 10 سنين اقل حاجه طبقا برضو للدراسات والابحاث اللي تمت على النوعيه ديت من الخلايا. التطوير هو اللي بيحاول يزود العمر الافتراضي ده عن 10 سنين، ولكن أيوة. يعني يا فندم احنا اللي فهمه من حضرتك حتى لان انه احنا وصلنا لنقطه جيده جدا وما زال العمل مستمر عليها عشان طبعاً نقدر ان احنا نطور من فكره اطاله عمر
هذه اللوحه او يعني حسب ما انا فاهمه طبعا من كلام حضرتك وهذه الخليه. بشكر حضرتك طبعا جزيل الشكر دكتور احمد مرتضى القائم باعمال رئيس قسم المواد الالكترونيه بمركز بحوث الفلزات.